مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الجزء الأول والثاني اللي تكلمنا فيه في المستجدات اللي كاينه في الملف ديال تهامي بناني، مشاهدينا الكرام، الالتحاق ديال الأستاذ زيان مع الأستاذة خيار من أجل خطة محكمة في الإطار القانون للتدقيق في الملف وتبيان الحقيقة أكثر. من بعد تناولنا الموضوع مع الأم حياة، والآن دور المجتمع المدني. نعلم جيدا أنه المجتمع المدني تبقى الدستور وشريك مع المؤسسات. مجموعة من النقط في الموضوع غادي نشوفوها مع الأستاذ عبد الصمد اللي كيمثل المجتمع المدني ويتابع بدقة ملف تهامي بناني. عبد الصمد، إذا كان ممكن التحاق ديال الأستاذ زيان في الملف مع الأستاذة زينب، يعني المساعدة بيناتهم من أجل الوصول للهدف، هذه الخطوة الأولى كيف شفتيها في الجلسة ديال اليوم؟ هو كيف السلام عليكم. أولا هو الأستاذة حياة بحكم أنها الأم ديال الضحية تامي بناني ارتأت أن تطعم الدفاع بدماء جديدة باش أنها تقوي أولا نفسها وتسلح يعني من الجانب القانوني، تكون مسلحة بشكل جيد من الجانب القانوني مع الأستاذة زينب الخيار باش أنها توصل للحقيقة. إذا الهدف ديال تنصيب محامي جديد هو الوصول للحقيقة، ماشي شي هدف آخر، حيت ربما هناك من مباشرة بعد أن يعرف الاسم ديال المحامي الذي انضاف أو طعم الفريق ديال الدفاع غادي يبدا يأول وبدا يقول كلام. أو اليوم أستاذ علي رضا زيان الابن ديال المحامي محمد زيان الله يفك الصراح ديالو، جا وآمن بملف الأستاذة حياة، آمن به وجاو سجل النيابة ديالو وطلب أجل من أجل إعداد الدفاع والإطلاع على الملف. إذا هذا حق ديالو، هو من الأسباب الرئيسية لتأجيل جلسة اليوم هو الإطلاع على الملف. اللي مهم نقوله بأننا احنا اليوم ضخينا دماء جديدة وجبنا أفكار جديدة وكنكونوا فريق جديد، لن نشتغل بطريقة كلاسيكية كما هو المعتاد أن يعني المطالب بحق المدني يتخابر مع محامي فقط، لا غنديروا فريق عمل. هذا فريق عمل فيه خبراء، فيه محللين، فيه خبراء في الطب الشرعي، فيه دي سيانتيفيك اللي في المجال ديال الاتصالات، باش أننا لأن هادشي كله الرأي العام خصو يعرف. الأم حياة تريد البحث عن الحقيقة أو حقيقة وفاة ابنها فقط، راه بغات والو، راه حتى هادوك الدراري اللي مجدودين راه كتقول المسكينة ملي كتكلم معاه كتقول لك الله يفك صراحهم باطل والديهم. ولكن نحن نتكلم عن جريمة قتل، ونتكلم عن النظام الآن، نتكلم عن النظام العام، راه كيفاش اللي جا وقتلو يفلت من العقاب، اللي جا وقتل راه عندنا الفوضى. والحمد لله حنا دولة ماشي ديال السيبان، حنا دولة مؤسسات، اللي دار الذنب غيستاهل العقوبة ويجب أن يؤدي الثمن ويجب أن يحاكم طبقا القانون المغربي. عبد الصمد، السؤال الثاني اللي عندي معك هو أستاذ زيان رضا علي مشكور أعطانا تصريح وهو بصدد أنه يبحث أكثر في الملف ويناقشوا معنا من بعد. هنا كيطرح سؤال أستاذ زيان الهيئة ديال الرباط، أعطانا تصريح أستاذ زين بخيار قرار النقابة ما كتكلمش في الدار البيضاء، واش ما كتشوفش بأنه هنا نفتقر بشكل كبير للإطار القانوني؟ الأم حياة تناقش الموضوع بشقين ولما لا الشق القانوني، رغم أن أستاذة ديال التعليم هي تعلمت الحمد لله القانون في الملف ديال ولدها الله يفرجها عليها، ولكن نفتقر بشكل كبير للأستاذة زين خيار اللي هي الآن معانا، وهي كملاحظة فقط لنطوي الرأي العام شي حاجة من أهم الأشياء. دوركم نتوما كمجتمع مدني، المراسلة السيد النقيب، لأن غادي يكون عنده التواصل، والسيد النقيب إنسان طيب يتواصل مع الجمعيات من أجل أستاذة زينب تنورنا في الدفاع ديالها، كيفاش كتشوف الملف، كيفاش كتشوف الأمور فيه، الإيجابية الأمور السلبية، الطريقة اللي كتهيئ بها الملف، الرأي العام متتبع لهذا الملف. هو أولا نحن نحترم أولا هيئة النقابة ونحترم مؤسسة النقيب، ولكن عندما نرى هذا القرار المتخذ في حق الأستاذة زينب في ملف واحد ووحيد هو ملف تهامي بناني، أن هنا نطرح كمجتمع مدني كصوت المجتمع مجموعة من علامات الاستفهام، هو لماذا ملف تهامي بناني فقط في الوقت الذي نرى تصريحات ديال محامون آخرون في ملفات أخرى تروج. هناك محامون ينظمون ندوات صحفية مع موكليهم، إذا لماذا توقيف أو منع أستاذة زينب الخيار عن الكلام في ملف التهامي بناني؟ هنا
كنقولوا اننا نحن كصوت المجتمع كمجتمع مدني سنراسل السيد النقيب ولا نثقه فيه، لان السيد النقيب طاهر موفق نعرفه قبل ان يصبح نقيبا ورجل تاع المواقف، سنراسله وسنطلب منه استفسار، لان لا يعقل ان تكون مؤسسه النقيب تمارس التمييز في حق الملفات. هذا ملف ديال التهامي بناني ما ندويش فيه، والملفات الاخرى نسمحوا للمحامون يتكلموا فيهم. فاحنا اليوم كنبنيو واحد الدوله ديال المؤسسات، الدوله ديال المساواه، نبنيو المغرب الجديد، وربما راه كلشي كيحس بهذا المغرب الجديد حتى مع الهيئه الجديده. تنحسوا بالامل. لماذا كنحسوا بالامل؟ لان اليوم الطريقه التي تكلم بها رئيس الهيئه كانت شافيه صراحه، اكد بانه سيقبل جميع الملتمسات وسيبحث في الملف بجميع الطرق حتى يصل للحقيقه، لانه قال بنفسه انه يبحث عن الحقيقه. فهذا جميل. اذا بالنسبه للتوقيف ديال السيده استاذه زينب الخيار، سنراسل السيد النقيب ونطالب منه ان يوضح للراي العام سبب منعه من الاستاذه زينب الخيار من الكلام والتعبير عن مواقفها القانونيه، مواقفها القانونيه في ملف تامي بناني. عبد الصمد شكرا لك، عطيتيني مجموعه من النقاط في الموضوع. مشاهدينا الكرام، غادي نشوف سؤال اخير مع الام حياه. الام حياه، انت قريبه من الاستاذه، التحق معكم الاستاذ زيان وانت على تتبع الملف بدقه، ما هي المنهجيه المحكمه في اطار القانون والتلاؤم الهدف اللي اللي بغيتوا توصلوا ليه بطبيعه الحال وصلوا ليه كاع المغاربه، هو تيبين الحقيقه في هذا الملف، التلاؤم بالاستاذ زين خيار وبالاستاذ زيان بحكم انت متبعه، كيفاش كتشوفي هذه الامور؟ انا اتأبل خيرا ان شاء الله، لان السيده زينب انسانه طيبه وانسانه عندها مبدا ديال يد الله مع الجماعه، وعلاش علاش ما يعاونهاش واحد اخر؟ علاش سي زيان توا براسو نجيبوا بوحام اخر يعاونهم بجوج؟ فهمتي؟ لا نقاش في المساله هذه. غير انا السيده زينب كنشوفها ماتت وتموتت على هذا الملف هذا، فهمتيني؟ بغض النظر على شنو تيتقال، لا هذا راه ما تقدش، لا قاده سيده قاده وفايته مقاده ليه، ولكن حنا بغينا نطعموا نكتفوا الجهود غير باش نمشيو كنا اللي قال السيد عبد الصمد ندير واحد الطاقم قانوني وجمعوي ومجتمعي، فهمتي؟ مدني، يعني بغينا نديروا واحد الطاقم اللي ديروا النيه بحال الركراكي بحال الخطه ديال المنتخب باش يكون شي فريق قوي. كيقولوا ندير النيه ونعس مع الحيه. المهم حنا ما غاديش نعسوا مع الحيه. جميل ام حياه ملي كتضحك معنا رغم الازمه من 2007. حنا غادي نديروا النيه ان شاء الله وغادي نوصلوا لبر الامان ان شاء الله باذن الله. الكلمة ديالك المغاربة اللي كيتبعوا معاك بالقلب هذا الملف. المغاربة زيدوا في النضال ديالكم، زيدوا في التلاحم ديالكم مع أستاذة حياة، راه طالبة غير حق وليدها، ما طالبة حتى شي حاجة. نعم. الله يوفقك يا ربي أستاذة زينب، شكرا لك وكنتمناو لك التوفيق رفقة الأستاذ زيان ممثل الشؤون ديال المجتمع المدني، الله يوفقكم في الجمعيات اللي كترأسوا بطبيعة الحال. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا الجزء الأول اللي تناولناه حول أول ظهور الأستاذ زيان اللي دخل في الملف، الجزء الثاني لأسباب ومسببات البحث للدفاع أكثر في القوة جاوبتنا عليها الأم. اليوم كنناقشوا الموضوع ديال دور المجتمع المدني الذي يعتبر القلب النابض لمساندة الأم حياة في هذا الملف رفقة المغاربة. مشاهدينا الكرام، الجلسة اللي كانت اليوم السيد الرئيس بصدر رحب تقبل مجموعة من النقط لدرجاتها الأستاذة زين بخيار، فكان الجواب دياله أنه راه الإشارة أن تسلم أي وثيقة محتاجها، كما الهدف دياله كما قال الأستاذ عبد الصمد يبحث عن الحقيقة وسوف يبحث في الملف بدقة، كما سوف يستدعي جميع كل من له صلة بالملف. مشاهدينا الكرام، هذه خطوات إيجابية وهذا ما نتمناه. تمنينا صراحة لو تم تفعيل مثل هذه الخطوات في السابق ما كان الوضع يكون كما اليوم، إلا أن السيد الرئيس ملم بالملف، أجل ملف 13-1 على أساس بدايات الملف، والملف سوف يكون جاهز. ملف تامي بناني ملف عدد كبير من المغاربة كيتبعوه، ونحن دائما ما يهمنا هو تنوير الرأي العام أكثر فيما يخص كل ما هو جديد في الموضوع. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.